إذا كان عندك قوة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يسهل لك، وإن كان نزل عليك ابتلاءات، مرات بنزل عليك بلاء. الدنيا هاي دار بلاء، الدنيا سجن لمين؟ للمؤمن، وجنة الكافر. احنا دائما عندنا صعوبة في المعيشة، وأهل الغرب عايشين معيشة مريحة، وعندهم كل وسائل الراحة وكل وسائل الرفاهية. لا يعني هذا أنهم أحباب لله. هل إذا كان الإنسان صار معاه مليار أو مليارين أو 100 مليار أو 500 مليار معناته بحب ربنا؟ لا. هل هي علامة على محبة الله؟ لا.